داخلين على مدارس وبنبقى محتاجين حمام كيري عشان يساعد ان يخلي الشعر كثيف ويقلل من تساقطه، نتيجة ان احنا بقى بنسرح شعرنا او بنمشطه بشكل يومي، وفي نفس الوقت نساعد على ترطيب الشعر. كتير مننا بيلجأ الى الزيوت، كتير مننا بيلجأ الى ان احنا نعمل حمام كريم مرة في الاسبوع علشان يعني ايه نساعد في تطريه الشعر. وماسك الو ايفا او حمام كريم الو ايفا لتقويه الشعر من اكتر المنتجات الموجوده دلوقتي في الاسواق، وذاتها يعني ايه سمعه كبيره جدا، وكتير من البنات استخدموها وانا كنت واحده منهم، استخدمته اكتر من اسبوعين، واليوم حابه انقل لكم تجربتي معاه من انه هو سعره رخيص على قد الايد مقارنه بقى بالمنتجات اللي بقت موجوده دلوقتي في الاسواق، واللي سعرها بصراحه بقى شيء خيالي، يعني اسعار عجيبه واسعار غريبه. فبما ان هو ماسك كده وفي بيبقى عباره عن زي كيس كده وفيه الماسك وليه غطا كده صغير بيتفتح من فوق، فالماسك ده المفروض ان هو زي ما مكتوب عليه ان هو بالصبار، فمفروض ان احنا نفتحه ونلاقي فيه صبار جوه، مش يعني مش هيبقى الصبارة نفسها موجودة، المفروض هيبقى في التركيبة بتاعته، وده اللي هنشوفه دلوقتي. المفروض ان هو بيساعد في تقليل تساقط الشعر وبيعطي تغذية مكثفة ومخصص اكتر للشعر عادي. فاليوم حابة نقول لكم تجربتي ورأيي معاه الشخصي، طريقة استخدامي ليه، مميزاته وعيوبه، خصوصا ان في بنات بتستخدمه بطريقة غلط. فيلا بينا نتكلم مع بعض، لكن لو جداد معايا في القناة احب ارحب بالجميع، اشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الجديد. كل عليكي تضغطي على سبسكرايب او زر الاشتراك الاحمر، وما تنسيش طبعا تفعلي الزر الصغير بتاع الجرس اللي جانبه عشان دايما يوصل لك مني جديد الفيديوهات. قبل ما ابدا في المكونات هبدا على طول بطريقه الاستعمال. بيتحط بعد استعمال الشامبو. طب ايه هي الشامبو؟ عايزه اقول لك لو انت تستعملي مثلا تستعملي حمام كريم او حمام زيت كويس قوي وبتستخدمي شامبو وحش، فعمرك ما هتلاقي نتائج كويسه لشعرك، النتائج كلها هتكون سلبيه. فلازم المنتجين مع بعض يكونوا كويسين، الشامبو والبلسم او الشامبو وحمام الزيت او الشامبو وحمام الكريم، تمام؟ دي خطوه لازم نكون متاكدين منها وتكون كويسة جدا. تاني حاجة، بعد ما استعملنا الشامبو بنغسل شعرنا طبعا بالمية الفاترة لانها بتفتح المسام. نضفنا فروة الراس كويس جدا، بيتحط الكريم على الشعر وهو مبلول من الجذور حتى الاطراف، وبندلك بلطف، نترك على الشعر حوالي 5 الى 10 دقايق. والحصول على افضل النتائج ممكن نحط منشفة تكون دافية على الشعر، ده هيكون حلو قوي ان هو يوصل التغذية للشعر. اهم حاجة ما يستخدمش على فروة راس ملتهبة او فيها خدوش او حروق. بالنسبة لمكوناته، هو فعلا بيحتوي على خلاصة الصبار وبروتينات الحرير وبعض المواد اللي بتساعد في تهدئة نفشة الشعر، واللي معجبنيش فيه السيليكون اللي هو ثنائي الميسيكون والمواد المشتقة من البرابين. فلو كانوا بدلوها بمواد اخرى كان هيبقى منتج كويس، خصوصا ان عدد مكوناته قليلة. ريحة العطر بتاعته يمكن متوسطة شوية، لكن الناس اللي هي بتتحسس من العطور يعني ممكن يكون ايه قوي شوية بالنسبة له. لاحظت بعد استخدامي حوالي اسبوعين او 3 اسابيع على ما اتذكر ان شعري بدأ يتقصف، وبدأت استعمله اقل بكتير، يعني ممكن مرة مرتين في الشهر بالكامل، عشان طبعا السيليكون انتوا عارفين السيليكون ما بحبش ابدا تواجده في المكونات. مش ان انا بقولك ان انت تشتري او لا، دي حاجة طبعا شخصية ترجع لك انت، زي ما دايما بقول انا رأيي وتجربتي مع المنتج من واقع تجربتي الشخصية. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم، قولوا لي انتوا واحكوا لي كمان تجربكم مع المنتج ده او حتى منتجات سابقة استخدمتوها. مستنية تعليقاتكم الحلوة عشان تفرحني وتسعدني، سواء كانت التعليقات بتشاركني الرأي او حتى تعليقات عكسي، كل التعليقات كلها على راسي من فوق. بحبكم جدا، نلتقي في حلقة جديدة، وشوفوا الفيديوهات اللي هتظهر قدامكم على الشاشة.